هو انت بتعمل حوار يابا؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ وقت ما هو انت اصلا حسن ولا انت مين؟ اصلا نعيد من الاول يا جماعه الحقونا الحقونا بجد، لان احنا قدامنا كارثه انسانيه وما قدامناش غير اللي احنا هنعمله ده. يعني احنا حاولنا بكل الطرق ما نعملش كده، بس احنا مضطرين. اللي هيحصل فيهم ده اكيد هيشوفوا الفيديو ده. من دلوقتي بنقول لهم ما كانش قدامنا حل تاني. احنا دلوقتي رايحين فرح والمفروض ان احنا لابسين عكس بعض. ليه بقى؟ هنا واحد يجي يسالني ليه بقى؟ هقول له عشان في حاجه هتحصل. احنا دلوقتي للاسف مش معزومين على فرح واحد، معزومين على فرحين في نفس الوقت، والفرحين دول لشخصين احنا بنحبهم وما ينفعش نزعل حد. بس هنا تيجي المشكله بقى. فرح من الفرحين اللي احنا رايحينهم دول في اسكندريه، والتاني في القاهره، فالمفروض ان في واحد فينا هيضحي وهيسافر اسكندريه دلوقتي عشان فاضل ساعتين بس على ميعاد الفرح. النهارده هنقسم نفسنا اتنين وهنحضر الفرحين بس بطريقه مختلفه، وزي ما انتم متعودين ان احنا كل فرح بنعمل حاجه مختلفه، الفرح ده هنعمل حاجه جديده ما تخطرش على بال حد. يعني مش هنقسم نفسنا اتنين، احنا هنقسم نفسنا اربع اشخاص. طب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل دلوقتي قررنا نعمل حاجه مختلفه. المفروض ان واحد فينا يروح اسكندريه، فمش احنا اللي هنحكم عشان برده محدش يزعل. القدر هو اللي عشان ما اظلمكش دلوقتي. القدر الملك وكتابه هم اللي هيقولوا مين اللي هيروح اسكندريه ومين اللي هيروح القاهره. لو طلعت ملك انا هحضر فرح التجمع، لو طلعت كتابه هحضر فرح اسكندريه. يعني لو كتابه هتحضر اسكندريه. مظبوط. لو كتابه اسكندريه مظبوط. لا والله هند يلا. لا ايوه امال ايه؟ كانت الفيل هنا يلا. طب عايز انت ما رميتش البتاع اصلا. طب عامل ايه؟ عيدها من الاول. اتبكس عليا. يلا اهي فوق اهي. الكسندريا هتوحشني اقسم بالله. احلى قدر والله. اربع ساعات الجزمه راح مش مشكله. ما تفرح معانا هنا في القاهره. ليه تفرح هناك؟ بس انا ما يهونش عليا زعلك كده والله. طبعا اللي بيروح اسكندريه وبيروح مشوار طويل بيبقى عايز يرتاح، فممكن ياخد العربيه المرسيدس معاه. بس لا، لحد هنا بقى لا. هنعمل دلوقتي ملك وكتابه تاني على اللي هياخد العربيه المرسيدس الفرح بتاعه. اها يا باشا، وبنفس اللي انت مختاره. انا ملك وانت كتابه. اوبا تاخدها. ملك بعون الله هروح بالمرسيدس، لو كتابه يلا. ها هي الوحده. جو جو جو. يا نهار اسود. انت ايه يا ابني؟ طب في تاني نعمل لك ايه تاني في الحياه؟ طيب نعمل لك ايه؟ انت لو عامل ذنوب الدنيا كلها مش هيحصل لك اللي حصل لك النهارده ده والله. روح يا باشا على اسكندريه عشان الفرح هيبدا كمان ساعتين. يلا. حالك افضل من غيرك، دوس لايك وقول الحمد لله. خلاص يا جماعه هانت اهي، الحمد لله هانت. قدامي 3 ساعات بالظبط واوصل اسكندريه، والفرح كمان ساعه. يعني المفروض اكون راكب طياره دلوقتي، وتقريبا انا الشخص الوحيد اللي عمري في حياتي ما كسبت ملك وكتابه دي. بقالي في الطريق رينج 3 ساعات كده، 4 ساعات اهو. هانت هانت دلوقتي انا وصلت الفرح يا جدعان. المفروض ادخل لهم على اساس حسن، ادخل اسلم كده واعمل النمره كده اللي هو ازيك الحمد لله والحاجات بتاعت الافراح دي، واخرج وادخل تاني على ابن حسين. بصوا بقى يا جماعه، المفروض دلوقتي رايح الفرح ده بنفرين. يعني انا دلوقتي هدخل اسلم عليك كاني حسن، وبعد كده هدخل اسلم عليه تاني كاني حسين. طب انت اصلا حسن ولا حسين؟ انت مين اصلا؟ نعيد من الاول. المفروض دلوقتي مش عايزين اي جاسوس فينا. تمام. ما ينفعش يعني. عيب يعني ما ينفعش. واحد احنا كلنا سرك في اربع تبيار. محدش يعرف. خمس تبيار. اخواتي وحبايب قلبي. حبيبي استحسان. انت مين ده؟ انا حسين. انا ما اقدرش اعمل اي حاجه ولا انزل قبل ما اسلم عليك. يا حسن خلي اسكندريه تنفعك هنا مولعه. طب على حسن في اسكندريه فيها امطار كتير. يلا امطار كتير في اسكندريه يلا. يا جماعه خلصنا الفرح على اني حسن، المفروض اغير بليزر دلوقتي. يا فشت واحد وانت بتعمل حوار يابا؟ لا بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعمل ايه بس؟ جاسوس اللي بتعمله ده حرام. هات البليزر ده. انت جاي تعمل حوار في الفرح؟ حسين يا جدعان بيعمل واجب. حسين جاي يعمل واجب، هو عمله خلاص. وفين حسين؟ بيعمل واجب في ناحيه ثانيه كده. بقيت حسين. البنات ما بيحبوش يلبسوا زي بعض. انا والراجل ده قفشنا بعض في الفرح. انا اعرفك وانت والله ولا اول مره اشوفك اصلا. اول مره نعرف بعض. تعالى نخش يلا. ايه بقى يا ست يا رب؟ هو كله كده في تبقى مين اللي ولا ده فرح يالا؟ انت بتهزر يالا؟ دي كنت دافع فاتوره ساعتها قلت تعالى عزمني على العشاء، وكنت دفعت والله 650 جنيه. حسن ولا حسين؟ هيبقى في سبيشال بوست مبلوك انا عايز معاك. احلى ولاد اكلوا في الشمال.
جبتها يا كروديا. انا عايز اقول لكم تمت المهمه، ولا واحد عرفه ولا يعني واحد. ولا حد عرفه بيسلمه عليه. حبيبي تسلم لي والله. اسمك ايه بقى؟ جو. احلى جو في الدنيا والله. احلى جو كده. احنا الاثنين جمالنا، احنا الاثنين جمالنا، واحنا الاثنين حضرنا الفرح. بالظبط مظبوط. تخيل لما تحضر اربع افراح في يوم واحد، تعرف تعملها في نفس اللحظه؟ احلى مسا عليك. ده ربنا يكون فوق. سلم على الشهداء، سلم على اسكندريه والعمريه، وسلم على الاسكندريه. احلى مسا على اسكندريه يا حسن. وزي ما عودناكم ان كل ما بنروح فرح لازم نسيب البصمه بتاعتنا، حابين نقول لكم ان الفتره اللي جايه موسم التكاثر، كل اصحابنا بيتجوزوا، فتابعونا وانتظروا المقالب الجديده في كل الافراح اللي جايه.